الموسيقار الكبير فؤاد حلمي غنى من ألحانه الموسيقار بليغ حمدي أغنيتين، والمطرب محرم فؤاد غير اسمه من محرم حسين لمحرم فؤاد عشان ياخد اسمه، ولحن لكبار المطربين والمطربات، ومن أشهر أعماله أغنية بتسأل لي عليا لكروان الشرق فايزة أحمد. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح أمطر الجناح، يا نسمة الصباح أمطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. يا نسمة الصباح يا نسمة الصباح، يا نسمة الصباح يا معطر الجناح، يا نسمة الصباح يا معطر الجناح، مليت جونا بالبشرى والهنا. الموسيقار فؤاد حلمي اتولد في 14 نوفمبر سنة 1922، درس الموسيقى في معهد فؤاد الأول للموسيقى الشرقية، واشتغل في التدريس فترة، وبعد كده اشتغل موجه للموسيقى بمديرية حلوان، وبعد كده اشتغل عضو في لجنة استماع الإذاعة. اكتشفوا الموسيقار مدحت عاصم اللي اكتشف الموسيقار الكبير فريد الأطرش وشغله في الإذاعة، وبدأ حياته كمطرب وغنى من كلمات إبراهيم رجب وعبد الرؤوف عيسى أغنية يا وردة لسه منورة سنة 1949، لكن ملقاش نفسه في الغنى واتجه للتلحين، وكانت أول أغنية يلحنها للمطربة برلانتي حسن أغنية اسمها الصوت الخالد كلمات مصطفى عبد الرحمن. المطرب الكبير محرم فؤاد كان قدم في إذاعة اسكندرية لاعتماد صوته، لكن للأسف سقط في الاختبار، والموسيقار فؤاد حلمي اعتمده في إذاعة القاهرة سنة 1957. حب المطرب الكبير محرم فؤاد يرد الجميل للموسيقار فؤاد حلمي، فغير اسمه من محرم حسين إلى محرم فؤاد، وغنى أكتر من أغنية من ألحان فؤاد حلمي، كان منهم الحبايب زودوها حبتين لمحمد البحطيطي، ومعالم في الطريق كلمات إمام الصفطاوي، وأهلا بالحرية لمحمد حمزة، وأنا برتاح لك تأليف صلاح عمار، وأغنية حبايبنا كل الدنيا لفتح أورا. في منتصف الخمسينات قدم بليغ حمدي للإذاعة كمطرب، وتم اعتماده كمطرب في الإذاعة، ولحنه الموسيقار فؤاد حلمي أغنيتين غناهم بليغ حمدي بصوته، وهما يا باكي من أسى الأيام كلمات ظريف السويفي، ويا ناسي كلمات محمود أبو مسلم المصري. بعد كده غنت من ألحان سعاد مكاوي مجموعة من الأغاني، كان منهم قلبك وعينيك كلمات إبراهيم كامل رفعت، ونويت على إيه كلمات سيد مرسي. عبد الحليم حافظ كمان غنى له أغنية يا صحبة الورد كلمات أحمد أبو سمرة. كمان المطربة الكبيرة سعاد محمد غنت له مجموعة أغاني، كان منهم غايب وفاكرني بهجرك كلمات حسين السيد، وطريق النصر كلمات فتح أورا، وبيقولوا راح تقسى كلمات عبد الفتاح مصطفى. غنت المطربة الكبيرة كمان وردة أغنية الليالي الحلوة كلمات فتح أورا. كمان المطرب سيد اسماعيل غنى ثلاث أغاني لحن الموسيقار فؤاد حلمي، وغنت شادية وحياة أبوك كلمات محمد البحطيطي. وكمان شهرزاد غنت مجموعة من الأغاني، كان منهم بأسوة قلبك كلمات مصطفى عبد الرحمن، وأغنية ما انت فاهم كلمات سيد حسن محمد، ومش حسمع تاني كلمات حسن شلبي، وغنى المطرب الكبير عبد السروجي لو كنت غالي كلمات أحمد منصور. حلفتك بالحب الغالي وبأجمل أيام وليال، حلفتك بالحب الغالي وبأجمل أيام وليال. ما تحيرني ولا تشغلني، ما تحيرني ولا تشغلني، ما تحيرنيش ولا تشغلنيش، وكفاية عليا اللي جرالي جرالي.
الكبيرة فايزة أحمد فغنت له مجموعة أغاني كان أشهرهم طبعا أغنية بتسأل ليه عليا كلمات إسماعيل الحبروك وأه ياني كلمات فتح أورا، وغنت له مجموعة كبيرة من الأغاني كلها كانت علامات. أما المطربة أحلام غنت له مجموعة أغاني كان منهم أو أشهرهم أغنية يا نسمة الصباح كلمات إبراهيم رجب. والمطرب عبد الغني السيد غنى مجموعة من الأغاني كان منهم دقينا على باب الأحباب كلمات سعد عبد الرحيم، وصباح غنت له أغنية السد العالي كلمات إمام الصفطاوي. المطربة الكبيرة شريطة فاضل غنت له برضو مجموعة من الأغاني كان منهم أرجوك كلمات محمد علي أحمد، وبص طل شوف كلمات عبد الوهاب محمد، وكتر من دلالك كلمات حرم الغمراوي، وغيرهم طبعا من الأغاني. غنى له محمد رشدي يا بسمتي كلمات نجيب نجم، ومها صبري غنت مجموعة أغاني كان منهم اديني عقلك كلمات سيد بدر، وعقد لولي كلمات علي الفقي، وعائشة حسن غنت له أغنيتين، ومحمد أنديل غنى له مجموعة أغاني كان منهم أغنية بقيت في الهوى كلمات عبد المنعم السباعي، وغنى له مجموعة أدعية كانت كلمات بخيت بيوم. أما المطرب الكبير عادل مأمون غنى له من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي انسى الوجود، ومديحة عبد العليم غنت له أغنيتين، وعصمت عبد العليم غنت له 3 أغاني، ونجاة غنت 4 أغاني كان منهم وحياتي عندك كلمات عبد العزيز سلام. هدى سلطان غنت برضو مجموعة من ألحان فؤاد حلمي كان منهم يا ريت يا بكرة كلمات عبد العزيز سلام، وبتحب مين كلمات محمد الفيومي، ويا حوا كلمات حسين السيد. كمان ياسمين الخيامي غنت له 4 أغاني، إبراهيم حمودة غنى له 2 أغنية منهم أغنية بياع الفرح كلمات محمد علي أحمد، كمان عبد اللطيف التلباني غنى له 2 أغنية منهم أغنية حنسة كلمات مصطفى عبد الرحمن، ونادرة أمين غنت له مشتاق كلمات إمام الصفطاوي، وفاطمة علي غنت له 2 أغنية، كمان المطرب الكبير محمد عبد المطلب غنى له 2 أغنية أغنية جبر البحر وغني يا دنيا، دول كانوا مع المطربة هند علام. كمان نجاح سلام غنت له أغنية الدنيا جمال لحن أحمد السمرة. نازك غنت له أشهر أغنية ليها فاكرك وفاكرني كلمات مصطفى عبد الرحمن، وشفيق جلال غنى له أغنية اشهد يا تاريخ كلمات إبراهيم عاكف. كمان فايدة كامل غنت له مجموعة كبيرة من الأغاني كان منهم أغنية لا مش هسامحك كلمات محمد البحطيتي، واشتغل يعتبر مع كل النجوم عصره وكل النجوم اللي كانت موجودة في الوقت ده، وعمل شغل كتير جدا وعمل كتير كانت ناجحة وعلامات في الفن في الفترة دي. كمان عمل مجموعة من الصور الغنائية للإذاعة كان منهم قدر ولطف غناء سعاد محمد والمجموعة من كلمات زين العابدين عبد الله، والصورة الغنائية عرايس الربيع غنتها ياسمين الخيامي وأحمد الصنباطي وتوفيق فريد تأليف مصطفى عبد الرحمن، والصورة الغنائية الريف على الزراعية غناء شفيق جلال وعبد اللطيف التلباني وعائشة حسن تأليف مرسي جميل عزيز، والبرنامج الغنائي جنة الصحراء تأليف حرم الغمراوي والسيد ذكري غناء عباس البليدي وشفيق جلال وفاطمة علام وفاطمة علي، والبرنامج الغنائي 3 عرسان غناء محمد رشدي وعبد اللطيف التلباني وأحمد سامي وسناء ندى تأليف عبد العزيز سلام، والبرنامج الغنائي الفجر بان غناء إسماعيل شبانة وأكفان الأمير وهند علام وأحمد عبد الله تأليف درم التونسي، والبرنامج الغنائي الصابرين على خير غناء سعاد مكاوي وإبراهيم حمودة وحورية حسن ومديحة عبد العليم من تأليف زين العابدين عبد الله. واشتغل الموسيقار فؤاد حلمي مع كل الشعراء الكبار في الفترة دي، فتح أورا وإمام الصفطاوي ومحمد حمزة وحسين السيد وسيد مرسي وعبد الفتاح مصطفى ومحمد حلاوة ومحمد البحطيتي ومحمد علي أحمد ومصطفى عبد الرحمن وبيرم التونسي، يعني اشتغل مع كوكبة كبيرة جدا من كانوا موجودين في الفترة دي. وتوفى الموسيقار الكبير فؤاد حلمي في 29 أكتوبر سنة 2007، وساب تاريخ فني كبير جدا وأغاني كتير جدا بنستمتع بيها لحد دلوقتي. دقينا على باب الأحباب وقلنا يا حبايب جينا، دقينا على باب الأحباب وقلنا يا حبايب الجميل طل علينا طل طل علينا.